بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الهاي ريسك بريجننسي اللي هو الحمل ذو الخطورة العالية، وهنتكلم عن أول موضوع فيها اللي هو الهايبرتنسيف ديس أوردر دورينج بريجننسي، ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. طبعا لازم أعرف إن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل هو إيه. قال لي إنه هايبرتنسيف ديس أوردر are the third leading cause of maternal mortality and morbidity، هو السبب الثالث لحدوث الوفيات في السيدات والأمراض أثناء الحمل. قال لي كمان أنه طبعا من الميجور cause of prenatal mortality and morbidity، والسبب من الأسباب الأساسية في وفيات السيدات والأطفال بعد الولادة. وفي مصر هو second leading cause، هو السبب الثاني لحدوث الوفيات في الامهات، انه بيمثل 13% في maternal deaths. طبعا ارتفاع ضغط الدم وبعض انواعه المختلفه زي تسمم الحمل من ضمن الاسباب المهمه واللي سهل قوي ان احنا نقدر نتعامل معاها، فالمفروض ان احنا عندنا فكره كامله عنها. اول حاجه بيكلمني بيقول لي ايه هي الكلاسيفيكيشن. طبعا كان في تعريف في الكتاب القديم بيقول لي ان الهايبرتنسيف ديس اوردر هو ان انا ارتفاع ضغط الدم اكتر من 140 على 90 اثناء الحمل، او ان السيده يكون ضغطها السيستوليك يزيد عن 30 عن النورمال بتاعها و20 في الديستوليك. فلو هي ضغطها كان مثلا 120 70، لو زاد ضغطها 150 فاكثر، دي كده دخلت في هايبرتنسيف ديس اوردر. لو ضغطها اللي تحت زاد عن 20 يعني 90 او 80 بقت 100، دي برضو يبقى انا دي في هاي ريسك جروب، او انا ابتديت ادخل في الايه في الهايبرتنسيف. هنا بيقسم لي الانواع، انا عندي في 3 انواع. في الجستيشنال، ايه هو الجستيشنال؟ اللي بيحصل مع الحمل. كلمه جستيشنال جايه من كلمه حمل هايبرتنشن، قال ترانزيت هايبرتنشن هو ايه، حاجه مؤقته. النيو هايبرتنشن بيبقى حاله جديده ما حصلش قبل كده ان ضغطها عالي. وقال لي ان البلود بريشر السيستوليك بيبقى 140 او اكثر، والدايستوليك بيبقى 90 او اكثر. يبقى ارتفاع ضغط الدم 190 على 40 او اكثر، دي انا كده دخلت في ايه، في هايبرتنسيف ديس اوردر. قال لي كمان ان بيحصل بريزنتنج ات اور افتر 20 ويكس، يعني بيظهر في الاسبوع 20 او اكثر، وزود بروتين يوريا اديم. يبقى لما اقول جستيشنال هايبرتنشن الضغط عالي بس ما معيش اي عرض اخر ولا الزلال في البول او التورم. طيب في عندي النوع الثاني اسمه هايبرتنسيف ديس اوردر، بيبقى النوع الثاني هو الكرونيك. والكرونيك معناها ايه؟ ان الست من قبل الحمل بيبقى عندها هايبرتنشن وبيكمل اثناء الحمل، او اثناء الحمل حصل وبيكمل بعد الولاده. فقال لي انه هايبرتنسيف بيفور بريجننسي حدث اثناء الحمل، وان ارتفاع الرايزد اوف بلاد بريشر 140 على 90 قبل الاسبوع ال 20، او انه بريزستنج طبعا بيستمر امتى؟ 6 ويكس افتر ديليفري، ويستمر لمده 6 اسابيع واكثر بعد الولاده، ما بينتهيش او ما بيخلصش. طيب عندي قال لي ان البريجننسي في انديوز هايبرتنشن، وده اكتر شغل لينا. البريجننسي انديوز هايبرتنشن هو ارتفاع ضغط الدم مصاحب للحمل. طب ومصاحب للحمل ايه المشكله فيه؟ انه طبعا ديفلوبمنت اوف نيو هايبرتنشن، يبقى الحاله دي ما كانش عندها ارتفاع ضغط دم قبل كده، ما كانتش بتشتكي منه. طب ايه كمان؟ قال لي ان البريجننت وومن الهايبرتنشن ده بيحصل بعد الاسبوع ال 20 اوف جستيشن، بعد الاسبوع ال 20 من الحمل، وانه متقسم لنوعين، في عندي بري اكلامسيا وفي اكلامسيا، وهنتكلم عنهم بالتفصيل. يبقى عندي تو تايبس موجودين في البريجننسي انديوسد هايبرتنشن، وان هو مين؟ ان هو يا اما بري اكلامسيا ما قبل تسمم الحمل، يا اما اكلامسيا اللي هو تسمم الحمل. طيب هنا برضو عملت لكم تقسيمه كده عشان نفتكر الشكل. فانا عندي الهايبرتنشن 3 انواع: جستيشنال هايبرتنشن، كرونيك هايبرتنشن، بريجننسي انديوسد هايبرتنشن. والبريجننسي انديوسد هايبرتنشن زي ما احنا شايفين هو بري اكلامسيا واكلامسيا، تمام. طيب ايه هو البري اكلامسيا؟ هو ما قبل تسمم الحمل. لازم اعرف ان انا عندي اعراض اساسيه بشتغل عليها في البريجننسي انديوسد هايبرتنشن. يعني ايه؟ يعني لازم يبقى عندي 3 اعراض اساسيه. الست عندها في واحد اساسي لازم يكون موجود اللي هو الهايبرتنشن، مع واحد من الاثنين او الاثنين الاخرين
اللي هم مين؟ اللي هم البروتين يوريا والإديمة. فانا قال لي ان condition that can develop during pregnancy، طبعا حالة بتظهر اثناء الحمل، بيكون في high blood pressure ويرتفع في تصاحبها ارتفاع في ضغط الدم وبروتين ان يورين وفي زلال في البول. وزي ما معظم الكتب لو احنا بنقرا هنلاقي ان زي ما بقول لكم بيبقى اديما اور بروتين يوريا اور بوس او الاثنين مع بعض، مش هنقدر اشخص الحاله. فلو انا هايبرتنشن بس يبقى ده جستيشنال هايبرتنشن، لو انا ضغط عالي بس من غير بروتين يوريا او اديما يبقى انا جستيشنال هايبرتنشن او كرونيك كان عندها من الاول. طيب لو انا عندي الهايبرتنشن ومعايا بروتين ان يورين او معايا اديما واحد من الاثنين يبقى انا هنا في بري اكلامسي. طيب وقال لي طبعا بيحصل بعد الاسبوع العشرين من البريجنانسي، بيحدث بعد الاسبوع العشرين من الحمل. الانسيدنس معدل الحدوث بكام؟ قال لي 75% of cases of hypertension disorder، 75% من الحالات اللي بيحصل لها ارتفاع ضغط دم اثناء الحمل بتكون بري اكلامسي، وان الاكلامسيا في الحالات ديت من 5-7% بس. طبعا دي رحمة ربنا بينا. طيب الهاي ريسك مين الناس اللي ممكن يجي لهم البري اكلامسيا او يحصل لهم ضغطهم عالي ومعايا مقرب لتسمم الحمل بقيت الاعراض؟ احنا قلنا الاديمة او بروتين يوريا اثناء الحمل. اول حاجة عندي الكرونيك هايبرتنشن، واحدة بتشتكي من ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل وهو طبعا عندها فاميلي هيستوري والدنيا عندها كده. واحدة عندها كرونيك نفرايتس، عندها التهاب في الكلى. احنا عارفين ان وظيفة الكلى الاساسية هي ايه؟ هي ان هي بتعمل بتنظم نسبة السوائل في الجسم، بتنظم نسبة الاملاح، وبالتالي بشكل غير مباشر هي بتنظم ضغط الدم. طيب اي امبيرمنت او اي ديزيز موجود في الكلى، اي ديس اوردر بيأثر على ارتفاع ضغط الدم. فبالتالي لو الست عندها كرونيك نفرايتس، عندها التهاب في الكلى، يبقى في خلل في الوظائف، يبقى الكلى مش هتقدر تقوم بوظيفتها اللي هو تنظيم الميه وتنظيم الاملاح وبالتالي تنظيم ضغط الدم. باست هيستوري كان جالها قبل كده في حمل سابق ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل. فاميلي هيستوري عندها تاريخ للاسره ان ضغطهم بيعلى. اوبيزيتي والبولي هيدرومينس اوبيزيتي زياده الوزن المفرطه طبعا دي بتعمل تصلب في الشرايين وبتعلي ضغط الدم. البولي هيدرومينس في زياده في السائل الامينيوسي. ديابيتيك دايابيتس ميليتس عندها ضغط، عندها ارتفاع في نسبه السكر في الدم. ارتفاع نسبه السكر بيخلي الاوعيه الدمويه اللي واصله لكل الجسم بشكل عام بتتاثر، بيبتدي يحصل فيها خلل. فلما يتاثر الدوره الدمويه اللي واصله للكلى بالتالي وظائف الكلى بشكل يعني تدريجي هتبتدي تتدهور وتبتدي تظهر في ضروره خلل في الوظائف اللي احنا بنشوفها في ارتفاع ضغط الدم والبريكلامس. نالي برايتي اول مره تحمل تبقى طبعا عرضه اكتر من غيرها لحدوث المشاكل. تين ايجر طبعا البنات اللي بيحملوا في سن صغير قبل سن العشرين ده هم عرضه لحدوث مشاكل كتير. مالتيبل بريجنانسي تعدد الاجنه ان يكون في اكتر من طفل ده بيخليني هاي ريسك برضه لمشاكل كتير. السموكنج والستريس طبعا السموكنج بشكل عام بيعلي الضغط وبيأثر على وظائف الجسم بشكل عام، والستريس الضغوط برضه بتأثر على وظائف الجسم العام. طيب الكلاسيفيكيشن انا مهم عندي قوي ان انت تعرفي الفرق ما بين البري اكلامسيا. عندي درجتين، عندي في مايلد وفي السيفير. المايلد انا عندي المشاكل بسيطه والاعراض بسيطه، فانا الهايبر بيبقى فيها هايبرتنشن نوت ريتش دول لا تصل الى 160/110، يبقى ارتفاع ضغط الدم عندي لا يصل ل 160/110، هو اقل من كده، ودايما بيحصل افتر 20 ويكس وكله الاعراض بتحصل بعد الاسبوع العشرين من الحمل. فيها بروتين يوريا في زلال في البول بلس 1. في عندي طبعا بيقول ان الحاله دي ديس ابير بتنتهي بعد 12 اسبوع من الحمل او في خلال 12 اسبوع من الحمل. طيب من انتهاء الحمل اللي هو بعد الولاده. طب السيفير لو انا عندي الحاله شديده، الحاله الشديده دي محتاجه مني ايه؟ قالت لي اول لازم اعرفها اعراضها تبقى ضغط الدم 160/110 اور مور او اكتر. قال لي كمان ان بيبقى بلس 1 اور مور كرايتيريا، فيها عرض من الاتيين او اكتر. فعندي ايه الاعراض؟ عندنا بروتين يوريا طبعا، ان في زلال في البول بلس 2 اور بلس 3. في عندي سيرم كرياتينين، نسبه الكرياتينين في الدم بتبقى
ابتدت تعلى عن المعدل الطبيعي بتبقى 1.2 او اكتر. بريزيستنت هيديك معايا صداع شديد ومستمر. فيجوال ديستربنس معايا خلل في الرؤيه او ازدواج الرؤيه, ودي كانت من وورنينج ساينز ديورنج بريجننسي. بريزيستنت ابيداستريك بين الام شديده في المعده والليديوريا او الانيوريا, عندها كله في البول او انعدام في خمية البول, ده واضح جدا ان ابتدت وظائف الكلى تتاثر. طيب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل؟ عشان كده لازم خلي بالي جدا من البري اكلامسيا. طبعا في عندي في ماترنال كومبليكيشن وفي فيتال كومبليكيشن. ماترنال كومبليكيشن البري اكلامسيا, اول حاجه ان انا ادخل في اكلامسيا. ايه هو الاكلامسيا؟ ان انا تبقى عندي الاعراض بتاعه السيفير بري اكلامسيا بلس كونفولشن وكوما, يبقى دخلت في تشن وريت ودخلت في غيبوبه, ودي بتحصل في 1-2% من الكيسز من الحالات. طيب السيريبرال هيموريج طبعا ممكن ارتفاع ضغط الدم الشديد يعمل لي نزيف في المخ. طب ممكن يحصل لي تاني نزيف ورا المشيمه اللي هو ابرابشو بلاسينت, نزيف خلف المشيمه. ممكن يحصل لي رينال فيلير, يحصل لي خلل في وظائف الكلى, والخلل ده يا اما مؤقت يا اما دايم. ممكن يحصل ليفر فيلير, يحصل فشل في وظائف الكلى الكبد. ممكن يحصل كرونيك هايبرتنسيف, ان الحاله تتحول لكرونيك, ده بيبقى في تلت الحالات اللي بتوصل للبري اكلامسيا او السيفير بري اكلامسيا. ممكن يحصل لي ريكرنت في النكست بريجننسي, ان الكرر نفس المشكله في الحمل التالي. ممكن يحصل ريتنال ديتشمنت اللي هو نزيف خلف شبكيه العين, طبعا ده ممكن يؤدي الى خلل في الرؤيه, ممكن يؤدي الى فقد البصر. في الهيمولوتيك انيميا, هيمولوتيك انيميا هو تكسير كرات الدم الحمراء اللي بينتج عنه الانيميا. في عندي الهيليب سيندروم اللي هو اللي احنا هنتكلم عنه بعد كده, هو عبارة عن خلل في وظائف الجسم, وظائف متعددة ومنها عوامل التردد. طيب بالنسبة للطفل المشكلة عندي ان يحصل انتراترين بروستيت روتيشن, ان يتأخر نمو الجنين داخل الرحم. يعني ايه؟ يعني الطفل ولد لي فول ترم, تولد لي بعد 36 اسبوع, ولقى ان وزنه صغير جدا اقل من الطبيعي, او ما حصلش ماتوريتي, اعضاء المختلفة ما اكتملتش. ليه؟ لان الدورة الدموية اللي وصله بتبقى ضعيفة. وصله له ازاي بالضغط عالي؟ ان الرحم لما بيلاقي ان دفاع الدم داخله عالي بيبتدي يحصل حاجه اسمها فازوكونستريكتور, يبتدي ينقبض. ينقبض ليه؟ الاوعيه الدمويه, يقفل على الاوعيه الدمويه عشان يسمح بمرور كميه قليله من الدم. وانا بقفل الصمام ده, او الرحم بيقفل الصمامات دي اللي هي العضلات, ممكن يقفل زياده شويه, ولما يقفل زياده شويه تبتدي الدم اللي واصل للجنين يبقى اقل من احتياجه, فبالتالي التغذيه اللي توصله له هتقل, فالطفل يطلع وزنه اقل من الطبيعي. يبقى دي اسمها انتراترين جروث ريتارديشن, او ديس ماتوريتي اللي هو صعوبه نمو الجنين داخل الرحم بالرغم من اكتمال فتره الحمل. انتراترين فيتال ديس طبعا ممكن يحصل زي ما قلنا, نزيف خلف الشبكيه, ونزيف خلف الشبكيه يبقى مفيش دوره دمويه واصله للعيل, يبقى العيل ممكن يتوفى او يموت. طيب او في عندي البري ماتوريتي اللي هو الطفل المبتسر, نقص نمو الطفل زي ما احنا قلنا. وفي عندي اس كومبليكيشن, مضاعفات اللي تصاحب نقص النمو, زي مين؟ زي الريسبيراتوري ديستريس, مشاكل في التنفس, وزي الهيموريدج النزيف اللي ممكن يحصل للطفل في اي جزء من جسمه, ممكن يحصل في المخ, ممكن انفكشن النيوبورن, ممكن يحصل له عدوى نتيجه نقص المناعه. طيب ايه هو الهيليب سندروم اللي احنا كنا بنتكلم عنه او تذكر من ضمن الماتيرنال كومبليكيشن؟ قال ان جروب اوف سيمبتومز هو عباره عن مجموعه من الاعراض, وكير ان بريجننت وومن, بيحدث في بعض السيدات الحوامل, طبعا ده نتيجه تاثير لل بري اكلامسيا الشديده او ما قبل تسمم الحمل الشديد. قال لي الاتش هي هيموليسيس اللي هي ايه؟ بريك داون اوف ار بي سيز, تكسير كرات الدم الحمل. الاي ال اليفيشن ليفل انزايم, اي خلل في وظيفه الكلى بتدريجي بيأثر على وظائف الكبد. ازاي؟ ان المفروض اللي يخرج الويست برودكت من الجسم الكلى والكبد. طب لو الكلى اتاثرت او فيها ديتيريوريشن, فيها تاخر في الوظيفه, بالتالي الكبد هو هيبقى عليه كل العبء ان هو يتحمل من خروج الويست برودكت من جسمي, ومع الوقت هيتاثر ويبقى ايه؟ ويبقى يبتدي يتاخر كمان الوظائف او وظائفه تعلى. طيب عندي ال بي اللي هو مين؟ لور او لو بليتلت, ان يبتدي كرات الصفائح الدمويه تقل, ولما تقل الصفائح الدمويه يبقى انا هاي ريسك ان انا يحصل لي ايه؟ ان انا يحصل لي نزيف. تمام؟ يبقى عندي تكسير كرات الدم الحمراء, وعندي ارتفاع انزيمات الكبد, وعندي نقص في الصفائح الدمويه, دي كل عوامل تؤدي الى حدوث النزيف. تمام؟ وقال لي كمان ان طبعا ده بيحصل في ايه؟ من 10-20% اوف بريجننت وومن, للسيدات اللي بيكون عندهم بري اكلامسيا واكلامسيا.
طب ايه السيمتومز المصاحبه ليه، الاعراض المصاحبه ليه البري اكلامسي؟ احنا قلنا العلامات ارتفاع ضغط الدم، هلاقي برضو انها عندي فتيج ارهاد مش قادره اتحرك تعبانه، فلويد ريتينشن عندي احتباس سوائل، ومن ضمن احتباس السوائل عندي ايه، من ضمن احتباس السوائل ان تظهر في شكل والقديمه دي تظهر في شكل ودرين، ان انا وزني بيزيد زياده اكتر من الطبيعي. احنا كنا قايلين الطبيعي حوالي 12 كيلو، ولو قلنا النورمال رينج كده كبير في الكتب لو قرينا هنلاقيه من 5 ل 15 كيلو، فلو زدنا عن ال 15 يبقى انا دخلت في ايه، في ارسيس ودرين زياده وزن غير طبيعي. طب الهيديك صداع طبعا قلنا سيفير ريزيستنت هيديك، نوزيا وفوميتنج طبعا، في عندي كمان في عندي ابيكاستريك بين، في الام في المعده، في عندي سيزر او كونفولشن ان يبقى عندي تشنجات، ودي طبعا الحمد لله انها بتبقى حالات نادره. طيب عندي المانجمنت، انا لازم لما اجي افرق اودي علاج لازم كده بنفصل علاج حسب الحاله. المايلد لا يمكن نعالجه زي السيفير. طب المايلد ست دي يا دوب الاعراض عندها بسيطه، ارتفاع ضغط الدم من 140 ل 90 لا يزيد ولا يصل الى 160 على 110 تمام، والبروتين اوريا بلس 1، والاديمه ممكن تبقى بسيطه ممكن تبقى في الايه في الفيت. طب السيتي دي ايه هعالجها ايه؟ قال لي لازم اعرف ان الاساس the only way to cure، العلاج الاساسي من البري كلامس والاكلامس هي to deliver، ان انا اولد العيل. ليه؟ لان كل المشكله ان الجسم حساس للويست برودكت بتاعت البيبي، حساس للطفل اللي موجود، وبالتالي الافرازات او الفضلات اللي بتخرج منه هي دي اللي مأثره على وظائف الكلى، وهي اللي عامله لي لود على الكلى، فهي اللي بتخلي الاعراض تظهر. قال لي طبعا if baby develop، لو العيل كامل النمو enough يكون 37 اسبوع او اكثر، هعمل له ايه؟ هعمل اندكشن اوف ليبر، هبتدي احفز الولاده، احفز الولاده عن طريق ان انا ادي منشطات للرحم، وابتدي ادي طلق، فيبتدي الطلق ادي سنتو، فيبتدي الطلق يحصل، فتبتدي تحصل ولاده تلقائي. او ان انا اعمل اولد سيزيرين سكشن، ليه؟ عشان امنع حدوث السيفير بري اكلامسيا، وبعد كده ممكن تحصل اكلامسيا. طب if baby is not developed، لو العيل مش كامل النمو لازم اعمل ايه؟ الومن هاف مايلد بري اكلامسيا وعندها الاعراض البسيطه، ان انا ممكن اعمل ايه؟ مانج ذا اتوم، انا اعالجها في البيت until the baby develop لغايه ما الطفل ما يكتمل. طب اعالجها في البيت انا هعمل ايه؟ لازم انا بعمل لها فولو اب، انا كممرضه الست دي بتعالج في البيت، انا بديها هيلث اديوكيشن واتابعها. يبقى هدي انستراكشن، ايه هي الانستراكشن؟ البيد ريست، الراحه في السرير، النوم لفترات اطول، والراحه حتى لو هي صاحيه تبقى مستريحه في السرير، ريمين كوايت وكالم، ان انا ابقى هاديه وانا نايمه طبعا في السرير. طبعا زي ما بنقول ان انا بعد كده بعمل ايه، اللاي ان ليفت لاترال بوزيشن، تنام على جنبها الشمال، والافضل ليه؟ عشان السيركيوليشن تبقى افضل احسن. في عندي كمان الويد ديلي، ان انا اوزن الست يومين عشان اشوف الويد جين والاديمه بتتاثر وبتزيد قد ايه، ريكورد الفيتال الموفمنت، اتاكد واسجل حركه العيل، حركه العيل كم حركه. وطبعا احنا لسه بنقول ان الست دي بتبقى في البيت، فهي تسجل حركه الطفل، تسجل في خلال 12 ساعه تسجل 10 حركات، ده يبقى نورمال. طيب عندي كمان في عندي تشيك اليورين فور بروتين، ان انا بشكل دوري اعمل لها تحليل زلال في البول واتاكد من نسبه البروتين ان كانت بتقل او تزيد. طبعا فولو اب لو عندي زيارات، الطبيعي ان انا بقول للست تعالي كل اسبوعين او كل شهر، يبقى دي هزود الزيارات فدريلي كل فترة اقرب، ان كان كل شهر يبقى كل اسبوعين كل اسبوع حسب الحالة. انتي هايبرتنسيف هدي ادوية طبعا مخفضة لضغط الدم، واحيانا ممكن الدكتور يدي سيداتيف لي مهدئات، الفكرة انها تبقى هادية تبقى نايمة شوية، اقلل عليها الاسترس والقلق اللي ممكن يحصل نتيجة وجود تسمم الحمل وممكن يأثر على الضغط ويخليه يزيد. طب في دايتري موديفيكيشن، اعدل الاكل، الاكل بتاعي اعدله ازاي؟ ان انا انكريس بروتين، الست دي بتفقد بروتين يبقى المفروض ان انا اعوضها. طبعا درينك بلانتي اوف ووتر، بحدد كميه
المية اللي بديها لها، والدكتور بيقول مثلا من 2 ل 3 لتر في اليوم. عندي كافيين افويدنس، ان انا اقلل الكافيين، عشان قلنا الكافيين ده منبه، ده مضاد لتأثير المهدئات اللي انا بديها. الحاجة التانية انه ممكن يعلي الضغط، ايتينج ليس سولت، اقلل الملح في اكلها. طيب لو انا الام في المستشفى هبتدي اعمل نفس الاجراءات، لكن في الحالة دي انا اللي بعملها مش الام اللي بتعملها. فانا طبعا بروفايد كوايت انفايرمنت اند ريست، طبعا الاوضة تبقى هادية وتبقى في راحة. في عندي طبعا بيد ريست ان ليفت اور لاترال بوزيشن او رايت لاترال بوزيشن، تنام على جنبها اليمين والشمال بتقلب. ايموشنال سبورت، ان انا المساندة النفسية والدعم النفسي. كلوز مونيتورنج، المتابعة المستمرة، هقيس مين، هقيس البلاد بريشر، هقيس اسس الريفلكس، هعمل اسسمنت للساينوس سيمتوم، اسال الست الزغلله الصداع مستمرين معاكي بيقل ولا بيزيدوا. تشيك هاور الاوت بوت، اشوف كميه البول وكل ساعه، والافضل طبعا انا بركب قسطره. اكاونت فيتال موفمنت، ممكن احط الست على جهاز سي تي جي او هي نفسها تعد الحركات. طبعا اعمل ديبستيك فور بروتين، اعمل تحليل عشان اشوف نسبه الزلال في البول، ودي بتعمل مثلا يوميا يعني، ودي لي برضو ان انا اوزن يوميا. هدي الدراجز، ايه هي الدراجز؟ الانتي هايبرتنسيف اللي هي مين، اللي هي مضادات لارتفاع ضغط الدم، بتخفض ضغط الدم. والانتي كونفالسيف، المضادات للتشنجات. والمغنيسيوم سلفيت، ودي الادويه المغنيسيوم سلفيت ده بيقلل الاديمه اللي بتحصل في البرين، فبالتالي بيقلل الكونفالشن. ودي زيتاتيف زي الفاليوم. طيب الاسترويد، بدي ادويه الكورتيزون. الهدف من الكورتيزون سترويد انجكشن بيبقى بعد الاسبوع ال 24. الهدف تو سبيد او تو هيلب تو سبيد الديفلوبمنت اوف بيبي لانج. الهدف من ان انا ادي كورتيزون في اخر الحمل ان انا انشط او اسرع من نمو الرئتين وندرهم، فالطفل لو اتولد بدري يبقى الرئه بتاعته مكتمله. كيب ايمرجنسي سبلايز افيلابل، طبعا ان انا تبقى في المستلزمات او الحاجات اللي بحتاجها في الامرجنسي. ايه هي الامرجنسي كيس اللي عندي؟ ان انا ممكن الحاله دي يحصل لها كونفالشن. طب ايه الحاجات اللي انا ممكن احتاجها؟ احتاج ايرواي، احتاج اكسجين، احتاج ساكشن، احتاج الارم، جهاز انذار جنبي، عشان لو انا جنب الحاله وابتدت تحصل لها الفت المفروض ان انا اللي بره يجي لي، مش انا مش هسيبها وامشي. يبقى في بيت سايد ريز، يبقى الحاجات دي كلها تبقى موجوده على اساس ان انا طبعا انتي كونفالسيف، ادي حاجه مضاده للتشنجات، في اي في لاين موجود، كل ده مهم. يبقى النيرسينج كير ات هوسبيتال ده لمين؟ عاده لحالات السيفير بري اكلامسيا، لكن المايلد بري اكلامسيا الست تتعالج في البيت. لكن المستشفى تتحجز في المستشفى وعالجها في المستشفى الهوسبيتال كير بتاعي الحالات السيفير او الحالات اللي بالفعل دخلت في اكلامسيا. طيب المانجمنت اوف سيفير بري اكلامسيا لسه قلنا هو نفس الكلام بيتعاد تاني، فيا جماعه هو احنا بناخد حاجه واحده فيهم زي ما ان الهدف ان انا هوسبيتاليزيشن. طب هوسبيتاليزيشن ليه؟ عشان اعمل بريفنت الاكلامسيا، امنع من تكرار او من حدوث سوري تشنج وان ادخل في اكلامسيا، وان انا اعمل ترمينيشن للبريجننسي وان انا انهي الحمل. طب هعمل بريفنشن ازاي للبري اكلامسيا سوري للاكلامسيا؟ اعمل ازاي ان انا امنع التشنجات؟ اول حاجه يوز مغنيسيوم سلفيت، لسه قايلها هدي مغنيسيوم سلفيت، وادي هانتي هايبرتنسيف، وادي مخفضات لضغط الدم. طب المغنيسيوم سلفيت الدوز بتاعي يهمني او احنا مش دكاتره؟ يهمني ان انا اعرف ان في لودنج دوز، ان انا بدي جرعه عاليه في وقت قصير، بدي من 4 ل 6 جرام في فتره من 15 ل 20 دقيقه. الدكتور بيوصفها لي وبيقول لي وانا بمشي الريت زي ما بيقول، ان كان بانفيوجن بام بسيرنج بام او ان كانت بالدريب. وفي مينتنانس، انا بعد ما اديت جرعه كبيره عبيت بيها الجسم ابتدي مينتنانس، ان انا ايه جرعه اقل تحافظ على مستوى العلاج في الدم اللي هو مين 2 جرام تمام. وبتتاخد ايه كونتينوس انفيوجن، بتتاخد بشكل مستمر. يبقى اول مره بدي من 4 ل 6 جرام في ال 10 دقائق، في ال 15 دقيقه ل 20 دقيقه، بعد كده بدي 2 جرام في خلال الساعه كلها. فالفكره ان انا احافظ على مستوى العلاج في الدم ايه عالي. طب لو حصل اكلامسيا، ايه هي الاكلامسيا؟ قال الاكلامسيا دي لايف ثريتنينج كومبليكيشن، دي مشكله تهدد الحياه او تمثل خطوره على الحياه، ان ممكن الست تموت مني او ممكن البيبي يموت او الاثنين يموتوا. قال لي بيحصل ايه الاعراض بتاعتها؟ هايبرتنسيف او هاي بلاد بريشر، ضغط عالي قلنا 160 على 110 اور مور، هو السيفير بري اكلامسيا.
والبروتين انيون وزلال في البول بلس مين سيزرز والكوما بلس الكونفالشن اللي هي تشنجات والكوما. يبقى هي لو انا حبيت اجمع بس شويه عشان اركز، هي كل اعراض السيفير بري اكلامسيا الميجر سيمبتوم هايبرتنسيف البروتينوريه بالاضافه لايه حدوث تشنج. يبقى لما يجي لي سؤال في الامتحان الاورال الفرق ما بين البري اكلامسيا والاكلامسيا او الكونفالشن، الفرق ان انا يحصل ايه يحصل تشنج. يعني حصل تشنج يبقى انا خدت في الاكلامسيا. طب ايه هي الستيج ايه نوبه التشنج كم مرحله؟ قال لي عندي اربع مراحل. اول مرحله اسمها بريمنتري، بريمنتري يعني مرحله منبهه او منذره تديني انذار. ايه هي الانذار؟ ان انا اشوف علامه على الست على وشها على ايديها تقول الست دي هتدخل في تشنجات بعد نص دقيقه، دي نص دقيقه قبل حدوث التشنج. دي بتبقى قد ايه؟ بيحصل ايرولد اب، دي في دوران لانسان العين، العين بتطلع لفوق بعد العين او انسان العين بيطلع لفوق، بيحصل تويستنج في الفيس والهاند، يحصل في تشنج بسيط في عضلات الوجه وعضلات اليدين. المرحله اللي بعدها بعد نص دقيقه بتحصل ايه؟ بيحصل تونيك ستيج. طب والتونيك ستيج دي مدتها قد ايه؟ مدتها من دقيقه لاتنين لدقيقتين. من دقيقه لدقيقتين بيحصل ايه؟ جنرالايزد تونيك سباز، بيحصل انقباض في كل العضلات، كل عضلات الجسم من ضمنها عضلات التنفس اللي هيؤدي الى حدوث سينوزس. قال لي طبعا لو الست لسانها بره ممكن يحصل تانج مي بي بتن، لو لسانها طالع بره ممكن تعضه، تمام يعني لو هي في غيبوبه قبلها ولسانها بره ممكن تعضه. طب ايه كمان في بعدها مرحله ثالثه اسمها كلونيك، مرحله ايه؟ مرحله فيها انقباض وانبساط العضلات. قال لي دي بيبقى مدتها من دقيقه لدقيقتين. الفيس congested and sinus، ففي احتقان احمرار في الوجه واذرقاء. طبعا نتيجه الهايبرتنشن ونتيجه السبازم اللي حصل في المسلز. يحصل كمان بلود ستيند فراس فروم ماوس، ممكن ينزل رغاوي من الفم مدممه، تكون رغاوي كده زي اللي بيجيله زي اللي بيقول انه بتصرع وتبقى مدممه. انفولنتري باسج اوف رين او ستول، تفوت او يجي لها نزول للبول والبراز وقت التشنج. تمبريتشر مي رايز، ممكن درجه الحراره عاليه. ستيريوس بريسنج اللي هو بيحصل التريشن في شوط خشوله او شخشخه في التنفس. في عندي جرادوال كونفالشن ستوب، تدريجيا تبتدي التشنجات ايه تقل. يبقى انا عندي البريمنتري دي منذره بتديني انذار، التونيك التشنج في العضلات كلها، الكرونيك العضلات بتنقبض وتنبسط، اللي تدريجيا تبتدي تقل لغايه ما التشنج يقف. طب بعد ما التشنج بيقف بتحصل الكوما، والكوما قال لي ان بتبقى variable duration، بتختلف من واحدة للتانية، في واحدة بتدخل في غيبوبة خمس دقايق في عشر دقايق up to ساعتين لا تزيد عن ساعتين. طب لو وصلت ساعتين، لو وصلت اكتر من ساعتين يبقى معناها ان حصل ايه؟ المشكلة ممكن يحصل cerebral hemorrhage. قال لي ايه السبب ان يحصل كوما؟ respiratory and metabolic acidosis، ممكن يبقى فيه مشاكل في التنفس او في الميتابوليزم بتاعتي، فدي تؤدي الى فترة غيبوبة اكتر. دي بكوما زي ما قلنا ممكن induced او clearly cerebral hemorrhage، يكون حصل نزيف في المخ. labor usually start shortly after this fact، مع حدوث التشنج وانقباض العضلات وعضلات الرحم كمان بتنقبض، فممكن تطرد الجنين للخارج، وممكن الاقي بعد حدوث التشنج الاقي العيل جنبي على السرير او جنب الام على السرير. طيب sometimes labor doesn't not start، لو ما حصلش ان ان مع حدوث التشنج ان الولادة ابتدت عند convulsion recur again، تبتدي يحصلها recurrent again. طب ده معناها ايه؟ معناها ان طبعا دي بتبقى carry a bad progress، دي معناها ان الحالة تطور بتاعها تطور سيء. ليه؟ الولادة مش هتتم، هيفضل الجنين موجود، تفضل الحساسية من الجسم للجنين في صورة حدوث التشنجات وتكررها، يبقى انا ممكن ادخل في مشكلة لان كان الام او الجنين ان communication اللي قلنا عليه قبل كده. بيعدهم تاني بحد اكبر، هي نفس الكومبليكيشن، في ماتيرنال كومبليكيشن وفي فيتال كومبليكيشن. ماتيرنال كومبليكيشن مضاعفات اللي ممكن تحصل للجنين سوري للام، زي ريسبيراتوري ديستريس، يحصل فيه مشاكل في التنفس نتيجه مين؟ الاسبيريشن نيمونيا، نتيجه ان انا وانا بيحصل القيء بتستنشق القيء دوت، فده لما دخل جوه ان كان بلود او ان كان سلايفا او ان كان فوميتس ده هيعمل لي ايروي اوبستراكشن، وطبعا ممكن يعمل لي زي ما قلنا ريسبيراتوري ديستريس واسبيريتنج نيمونيا. حتى لو انا شفطت اثار القيء او الدم اللي موجود في الرئتين ده ممكن يعمل لي التهاب رئوي.
هايبوفوليميك شوك، يحصل لي صدمة نقص سوائل، ودي نتيجة مين؟ نتيجة الهيموريدج اللي حصل. تمام. طب ايه كمان عندي؟ سيريبرال هيموريدج طبعا، يبقى في عندي نزيف في المخ، في الهيليب سندروم ممكن يحصل لي، في رينال فيلير، اكيد رينال فيلير تدخل فشل كلوي حاد، هارت فيلير نتيجة التشنج وانقباض العضلات واللود على القلب يحصل فشل مؤقت في عضلة القلب، ليفر فيلير يحصل فشل في الكبد. طب بالنسبة للعيل ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل برينيتال مورتاليتي، يموت العيل اثناء الولادة او بعد الولادة او اثناء الحمل، وده بيحصل في 10-15%. ايه سببه؟ فيتال هايبوكسي، ان لما بيحصل انقباض الاوعية الدموية مع التشنج بيحصل ايه؟ بيحصل نقص الاكسجين اللي واصل المخ، وبالتالي ممكن يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى بريماتور سيباريشن البلاسينتا، ممكن يحصل انفصال مبكر للمشيمة، او ممكن يحصل اكسيدنتال هيموريدج، يحصل نزيف خلف المشيمة، واللي بيحدث اثناء التشنج. طب او ان الطفل يتولد بريماتوريتي، يتولد مبتسر، وطبعا الكومبليكيشن بتاعت البريماتوريتي. طب ايه المانجمنت للإكلامسيا؟ هو المانجمنت للسيفير بري إكلامسيا، نفس العلاج اللي بديه للإكلامسيا هو نفس العلاج اللي بديه للبري إكلامسيا، السيفير بري إكلامسيا، بالإضافة إلى إيه؟ بعض الإجراءات. زي مين؟ زي قلنا جنرال مانجمنت، إن أنا ميجرز لازم إجراءات خاصة بالتشنج، اللي هو النيرسينج كير فور بيشنت ويز سيزرز، إيه هي إجراءات التشنج؟ الإير واي، لازم أحافظ الإير واي. يبقى أول ما بتظهر عليا موجة التشنج أو أعراض بداية التشنج، المفروض إن أنا أعمل إيه؟ المفروض إن أنا أحط إير واي. طب الاير واي فادته ايه؟ ان انا اتاكد ان انا في بيتنت اير واي، بليس بيشنت الليفت لاترال بوزيشن، انا يعمل سيت على رنبها الشمال عشان لو حصل فوميتنج، ويعمل ساكشن للاورال سكريشن وشفط الافرازات اللي موجوده في المجرى الهواء، كونسيدر اورال اير واي، احط الاير واي بسرعه جدا، اعمل اناسيزي ات بيد سايد، يبقى التخدير موجود جنبي. ليه التخدير موجود جنبي؟ لان لو زادت مده التشنج دي عن دقيقه او دقيقه ونص زي ما الدكتور بيبقى كاتب لي، المفروض ان انا ادي ايه؟ الانستيزيا دراجز. هعمل سبلمنت اكسجين طبعا بعد نهايه نوبه التشنج وتبتدي تاخد نفسها، هديها اكسجين. هعمل ارتيريال بلاد جازز، اعمل تحليل غازات في الدم. هعمل ايه كمان؟ قال لي اعمل بريفنت الانجري، امنع حدوث الاصابه. ازاي؟ ان انا اعمل بادنج اون سايد ريز، يعني ايه؟ احط جوانب سرير، وجوانب سرير دي يا ريت تبقى متبطنه علشان الست لو اتخبطت فيها تتشنج ما تتكسرش او ما يحصلهاش اصابه. طب بوست او الاذر بوست سيزر ميجرمنت، طب بعد حدوث نوبه التشنج وانتهائها، احنا قلنا الست بتدخل في كوما، ممكن يحصل لنا الفيلير، يبقى انا محتاجه ان انا اركب فولي كاسيتر تمونيت اللورين اوت بوت، هركب قسطره عشان ما ينفعش تقوم السرير، ممكن تتشنج وتقع او يحصل اصابه، وعشان كمان اقيس نسبه البول. هعمل انترا فيتال مونيتور، المفروض ان انا بتابع حركه الجنين، واحيانا يا اما بتابع عن جهاز السي تي جي اللي على البطن، او عن طريق ان انا بدخل بروب صغير كده جوه الفاجينا، يبقى قريب من الرحم فيسمع رد الجنين ويسجله لي. كونسيدر سنترال فينوس بريشر، احط قسطره للسي في بي، وقسطره السي في بي الهدف منها حاجتين، ان انا فلويد ادمنستريشن، وان انا ادي السوائل اللي بحتاجها في وريد كبير لو عايزه كميه او باندفاع. الحاله الثانيه ان انا تو مونيتورد السي في بي، اشوف ضغط السوائل او حجم السوائل داخل الجسم، طبعا دي بتتقاس في الاي سي يو. طبعا كونتينوس هاورلي مونيتورنج البيشنت بالس، ان طبعا الست دي بقيسها كل ساعه الفيتال ساينس كلها والفلويد انتيك والاوتبوت. لازم اعرف ان حاله زي دي الاكلامسيا دي مش بتتعالج في قسم عادي يا جماعه، دي بتتعالج في الاي سي يو، ولازم تبقى كلوز اوبزرفيشن وممرضه جنبها ما بتسيبهاش، ويبقى عندي زي ما قلنا الارم، وعندي اكسجين، وعندي ساكشن اباراتس ان كان سنترال في الحيطه او ان كان جهاز جنبي، بيبقى عندي الاير واي، بيبقى عندي ادويه التخدير، كل ده موجود. ما ينفعش ان ابقى كوايت روم، يعني ما ينفعش ان انا بشخلل والتليفون بيرن وجرس والحوارات دي كلها، بعيد عن اي مكان فيها هيصه، عشان الحاله دي فعلا ممكن ست تموت، او ممكن نتيجه تنبيه بسيط يحدث تشنج ويبقى انا دخلتها في مشكله. طيب في ميديكال مانجمنت، ايه العلاج الاجرائي الباطني او الجراحي اللي انا بعمله؟ قال لي طبعا هدي مغنيسيوم سلفيت زي السيفير، هدي انتي هايبرتنسيف، هدي ادويه تخفض ضغط الدم، هدي طبعا في الانتي كونفالسيف معايا، وفي طبعا
السيداتيف معايا بكمل بيهم زي ما هم. طيب وفي الخمس الحاجة الخامسة عندي الكورتيزون. يبقى انا عندي خمس ادوية دي: مغنيسيوم سلفيت، انتي هايبرتنسيف، انتي كونفالسيف، سيداتيف، كورتيزون. دول الخمس حاجات دي بستمر عليهم، فهم هنا للاسف مش كاتبين الباقيين. الدليفري بولد الحاله طبعا، وقلنا لو الحاله if patient is not labor within few hours في خلال من 3 ل 4 ساعات ما ولدتش تلقائي، المفروض ان انا بولد ايه؟ labor should be induced. ابتدي ان انا احفز الولاد عن طريق البيتوسين دريب او عن طريق السيزيريان سيكشن. وطبعا الحاله دي مهمه جدا لازم اخلي بالي منها، وان شاء الله دي دورك مهم فيها، بيبان شغلك فيها، لان في لحظه بتنقذ حياه انسان. فيا ريت نبقى مركزين في الموضوع ده، وده من المواضيع المهمه جدا اللي بتيجي في الامتحان. وان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح، وثانك يو ليكوا يا جماعه، وان شاء الله بالخير.